حقيقةً إيش مرهوت جم فريق ميتوا أيده قوشتا كميو كمازج موينون هي مخالفات حربية أم هوت ما فريق مي عملياتن هوت ما هوت نهري مادي إيش مرة كبرة أنواع يوان قضايا فاونا عياري خد سود بيست عدد خا بيستو ددنا وي بو مواد كيمو يتداي مواد صام حسب خبراتي ما أم بو كوريد كن إنه ما حل الكر إنه مواد صام يتداي مواد كيمو يتداي إيه دينا تشتي دينا قضايا فاون هنا أو جي عيار بيستو دسدو بيستن على ديكا إيدنا سموم هنا أو صنع دولا هنا لوني خراشي هي جورجي هي سمومنا دولنا إيدنا قضايا في مدفع تدا هنا عيار خو حشتي بينجن أو عدد يموج ضدنا وقضايا في مدفع هنا عيار حشتي أو نوجي عدد نه هنا وقضايا في هون عيار سدو بيست أو جي شورن وقنابل يدوية يعني بي أو جي عدد يموج ضدنا وقضايا في هون عدد يخوج حشتي عدد عيار حشتي عدد يخا ضدنا ومجموع يخا كامل جي بينجي وياك ام هوت المنطقي غرب كوبوني غرب جندي منازيا الوي دار كان هو ام نو ام وطنا سر موقع ام كان هو مخا حضرتي خاكري ام كان راكن ببنا مركزي خو حاسكي تنسيقي ما بتحالف روهيا ام بمن جامون ام دفاجرين ابو موني الوي دار كي قزوي فهم الوي دار كي بونو دوشن وچو هوتنا كوبوني او الوي دار كي هناك خو موبن ام بيني بي دعوي كران في وضع قريب الفيدر كه، أم جنواتنا كونا فريق عمليات منظمة تروج لمكافحة الألغام، أم واتنا راكن خطري خوا برا يعني خطري خوا، كبوشر مواد سامتي ده مواد كيموي ورد بيتي ده يعني والله تأثيره خوا برا تأثيره خوا ضرورة برا بلكي الملاد بكي بلكي المدنيوم بكي الجنديوم بكي ضرورة خوا برا.